محطة مصر رائعة في الجمال، لونها بيج في أزرق، فيها نظام سيراميك صغير اللي احنا نقوله عنه يا ربي الموزاييك. شايفين الشبابيك اللي زي المشربية، كل الحاجات دي من أيام الخديوي إسماعيل. حتى الفناير النحاس دي اللي احنا شايفينها من بعيد، نفسي أقربها لكم، من أيام الخديوي إسماعيل. طبعا القاهرة من أكثر مدن العالم ازدحاما، هنشوفوا زحمة شديدة جدا، كمية عربيات رهيبة، وشايفين المنظر الرائع ده؟ ده مسجد الفتح. احنا دلوقتي هنركب من قدامه عشان هنروح أحد الأماكن. ندعوكم للتبرع بالدم، نقطة ميزان تنقذ طفل مريض أو مصاب، سيتردد في عمل خير. طبعا هنا دعوة للتبرع بالدم كنوع من أنواع العمل الخير. القاهرة زحمة جدا. ندعوكم للتبرع بالدم، نقطة ميزان تنقذ طفل مريض أو مصاب، سيتردد في عمل خير. القاهرة جميلة لكن زحمة، واحنا بنقرب مع بعض اهوت من مسجد الفتح، هنحاول نصور لكم اذان طول ما نقعد. من واصل نقل سور القاهرة الحية الجميلة وكل سكانها وكل زائريها، واحنا بدأنا نقرب من مسجد الفتح. الله على مسجد الفتح، تحفة معمارية جميلة، إن شاء الله هتحاولوا تزوروها. شايفين القباب الرائعة، وبرده شايفين الزحمة، هي دي القاهرة. لا يا عم، حمام رائع، حمام رائع. الله على جمال الخضرة، والله على جمالك أيها المسجد الرائع، مسجد الفتح. مسجد الفتح ده ليه ذكريات في الماضي والحاضر، وان شاء الله مصيري ان انا هزوره من جوه واوريه لكم باذن الله. ده فندق افريست بالنسبه لقمه افريست، بس طبعا قمه افريست اعلى بكتير، وهو قصاد المسجد الجميل بتاع الفتح بالظبط. وده مترو الانفاق، ده احد ابواب مترو الانفاق، وادي باب تاني للمترو، واحنا لسه بنقرب من مسجد الفتح. طبعا الصوره بتنطق، هي جمال القاهره بزحمتها. انا بحب القاهره قوي، بس بصراحه ما بحبش الزحمه. في كل حته هتلاقي ناس، هتلاقي كل متر في القاهره، بل كل شبر مليء بناس جميلة جدا من مصر ومن خارج مصر. احنا دلوقتي قدام بنك مصر، والابراج اللي قدام مسجد الفتح، احنا دلوقتي تحت مسجد الفتح بالظبط. المسجد رائع، بمأذنة اكتر من 50 متر في السماء، وقباب رائعة، يمكن كانت واضحة قباب اكتر من بعيد. أستودعكم الله وإلى اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.